طيب درجة حرارة الجو والطقس بشكل عام وفي ميعاد المباراة، هل عندك تكهنات الجو هيبقى عامل ازاي؟ وهل في حد من المصريين اللي هناك تواصل مع البعثة ولا لا؟ يعني عيشنا كده الأجواء شوية. الحقيقه باشمهندس عادل، طبعا درجه الحراره هنا مرتفعه بشكل كبير جدا، يعني في توقيت المباراه والنهارده يمكن شفنا هذا الامر، درجه الحراره بتصل ل 35 مع ارتفاع شويه في الرطوبه. الامر ده طبعا يعني طبعا بيأثر شويه على اللاعبين، لكن النادي الاهلي لعب في اجواء اكتر من كده صعوبه، لكن كنا بنعملها تكون المباراه في السادسه على الفريقين. الحقيقه يعني زي ما اكدنا وقلنا ملعب الجوهره خلاص تم تجهيزه بالنسبه للاضاءه وخلاص يمكن خدوا موافقه على هذا الامر، لكن طبعا هو اختيار خاص بنادي الهلال السوداني، لكن النادي الاهلي الحقيقه لعب النهارده على ملعب الجوهره الزرقاء، اطمن على ارضيه الملعب، داسوا في ارضيه الملعب بشكل كبير، نقدر نقول الارض مقبوله ان شاء الله باذن الله تكون عامل مساعد لفريق النادي الاهلي في مباراه الغد. التواصل مستمر الحقيقه طبعا. لا الارض فضل الارض شمس. الارض نجيل طبيعي ولا صناعي؟ لا نجيل طبيعي يا باشمهندس عادل، يعني يمكن كان في بعض الاخبار بتقول ان الملعب الجوهره الزرقاء تم تغيير ارضيه الملعب الى نجيل صناعي، ويمكن ده كان هيبقى ليه تاثير كبير لعيبه النادي الاهلي، لكن النهارده شفنا الامر عملي خلاص، يمكن النهارده اللعيبه اتدربت نجيل صناعي، تم تظبيط الملعب شويه نوعا ما، يعني ما نقدرش نقول الملعب جيد جدا لكن ملعب مقبول ملعب الجوهره الزرقاء مقارنه بمشاهدتنا طبعا في اخر مباراه جمعت فريق النادي الاهلي هنا في السودان مع الهلال السوداني. لكن ان شاء الله باذن الله الامور دي كلها تكون في مصلحه النادي الاهلي، تكون التركيز كبير معانا، وجود الحقيقه كمان نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي العامل فاروق برفقه طبعا الكابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي للترتيبات الخاصه الاداريه الاستمرار على طول، حسام عيسى طبعا سفير مصر هنا، الاتصالات مستمره الحقيقه والترتيبات مستمره الامنيه والتحركات امتى هنتحرك من الملعب الامور ماشيه ازاي، فيمكن هو ده اللي احنا بناكد عليه، لكن املنا بكره كمان ده الامر المهم جدا موعد المباراه ويوم المباراه وتحركنا الى ملعب الجوهره الزرقاء اللي بيبعد عن فندق الاقامه 20 دقيقه بالتامين، يعني يمكن في تصريحات بتقول ان هو ممكن يبقى اقل من كده كمان بالنسبه ليوم الغد بالنسبه طبعا لتحركنا من فندق الاقامه الى ملعب المباراه. الامور طيبه حتى هذه اللحظه ان شاء الله باذن الله، يعني بنامل باذن الله جمهورنا اللي متواجد معانا والجاليه المصريه الحقيقه وجمهور النادي الاهلي، يعني في لفتات بسيطه جدا شفناهم في المطار فور وصولنا طبعا ونادوا على كل اللعيبه واشادوا طبعا بادائهم الكبير جدا، راحوا النهارده للتدريب وحاولوا ان هم يشجعوا اللعيبه، عدد قليل جدا لكن احنا عارفين يعني اي عدد بيكون متواجد من جمهور النادي الاهلي بيبقى تاثيره كبير وبيوصل للعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله المردود يكون كويس جدا بالنسبه للغد وتكون المباراه من نصيبنا باذن الله. حاله اللعيبه في التمرين النهارده كويسه يا كريم؟ يعني بطمنك حاله جيده جدا وواضح التركيز جدا، يعني انت عارف التدريب الاخير بيكون مهم جدا لكل اللعيبه وبيبان وبيدينا انطباع جدا على اهميه المباراه وحاله اللاعبين ووعيهم الكبير وعارفين اهميه البطوله. لا النهارده التصويبات كان فيها تركيز، موسيماني اشاد الحقيقه بالتدريب النهارده، يعني اقول لك 60 دقيقه كان فيها شغل كبير جدا لكن الجديه واضحه والتركيز واضح اللي بنعمل فيه، زي ما بقول لك يا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم التوفيق، حاله اللعيبه، دخولنا في المباراه، قراءه بيتسو موسيماني، التشكيله يكون متواجد، كل الامور دي ان شاء الله تكون معانا بكره، لان خلاص ما نقدرش نقول طبعا ان مين غايب او مين مش غايب، الغيابات كتيره جدا عندنا وذكرناها طبعا، الشناوي، وليد سليمان، بدر بنون، عمار حمدي، اكرم توفيق، صلاح محسن، ايمن اشرف، بيرسي تاو، قامات كبيره جدا ولاعبين كبار جدا، لكن الاهلي بمن حضر ده شفناه وشفناه كاس العالم بعدد كبير من اللعيبه اللي كانوا متواجدين، لكن قدروا ان هم طبعا يدوا هذه الرساله، اي حد يكون متواجد، اختلاف الاماكن ما بيأثرش، اختلاف الطقس، المناخ، ارضيه الملعب، كل الامور دي هو هدف عند لعيبه النادي الاهلي وهدف عند مجلس الاداره وهدف ايضا كمان عند الجمهور وهو الحصول على البطوله ان شاء الله. ال11 اهلي، النداء والهتاف المستمر ان شاء الله من مباراه الغد حتى نهايه البطوله، وان شاء الله تكون هذه البطوله من نصيب النادي الاهلي. اخر سؤال بقى، هل تشعر ان اللعيبه والاجواء بتاعه البعثه، خرجنا من احتفاليه كاس العالم ودخلنا في اجواء يعني فعلا الفصل حصل وطوينا الصفحه وداخلين بشكل كامل بجديه كامله؟ بالتاكيد يا باشمهندس بالتاكيد، ما يميز النادي الاهلي ولاعبيه هو الفصل التام والمهم جدا طبعا بين كل البطولات، بنطلع من بطوله الدوري ندخل في البطوله الافريقيه كاس العالم، بنعود بنفرح وقت قليل وجمهور النادي الاهلي بيفرح وقت قليل واللعيبه، لكن الفصل مهم جدا وده الحقيقه ما يميز الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي، اللعيبه مركزه بشكل كبير، الافراح انتهت خلاص، احنا عايزين نحصل بعد كده عايزين نروح كاس العالم تاني، خلاص هو ده اللي هيودينا كاس العالم، البطوله الافريقيه دي اللي هتودينا كاس العالم مره ثانيه، فالفصل موجود والتركيز موجود ان شاء الله باذن الله، المناخ والظروف والاجواء والطقس كل الامور دي ان شاء الله تصب في مصلحتنا، و90 دقيقه ان شاء الله غدا تنتهي بمشيئه الله على سلام، ويقدر النادي الاهلي ان شاء الله يحقق نتيجه ايجابيه تكون انطلاقه جيده جدا في مشوار النادي الاهلي في البطوله الافريقيه.
بإذن الله يا كريم، شكرا جزيلا ليك، وإن شاء الله كل التوفيق في مباراة الغد بإذن الله، ويرجع لنا الأهلي بأول 3 نقط. شكرا جزيلا للزميل كريم أحمد موفد قناة الأهلي إلى الخرطوم.